آلية الحصول على شهادة تثبت عدم وجود علاقة إقراضية بينك وبين صندوق التنمية الصناعية السعودي. شهادة عدم وجود علاقة إقراضية هي شهادة تصدر من قبل الصندوق الصناعي، ومدة صلاحيتها 30 يوماً من تاريخ إصدارها. في حال رغبة المنظمة تجديد أو إلغاء السجل التجاري أو تغيير النشاط التجاري وغيرها، تطلب من قبل أفراد بعض الجهات الحكومية في حالة استقالة أو تقاعد أحد موظفيها. يمكنك الحصول على هذه الشهادة عبر الخدمات الإلكترونية في موقع الصندوق الصناعي باستخدام بيانات السجل التجاري، وذلك من خلال الخطوات التالية: زيارة الموقع الإلكتروني، التسجيل في بوابة الصندوق أو استخدام اسم المستخدم المفعل مسبقاً، وتوثيق عملية تسجيل الدخول من خلال تطبيق نفاذ ومن خلال تبويب. شهادة عدم اقتراض يمكنك تعبئة المعلومات المطلوبة، وهي رقم السجل التجاري وتاريخ الإصدار، ثم الضغط على أيقونة تنزيل الشهادة لإصدار الشهادة إلكترونياً. في حال عدم وجود علاقة مع الصندوق لأحد الملاك أو السجلات التجارية الفرعية مباشرة أو غير مباشرة، فسيتم معالجة الطلب من قبل القسم المختص وإبلاغكم حال اكتماله، ونسعد باستقبال أي سؤال أو استفسار لديك عبر القنوات التالية.